الأخبار، الأهلي يسترد توازنه ويخرج بمكاسب من موقعة المحاربين. روز اليوسف وسع للبطل. الوفد بعد الانتصار الثالث على التوالي، يوسف يعيد ترتيب الأوراق في الأهلي والقائمة الأفريقية آخر الأزمات. الأخبار، جو يجهز الانطلاق أفريقية أمام جمال أثيوبي الغامض. الأخبار المساء، الأهلي يفتح صفحة أفريقيا، يستعد لجيبار الأثيوبي وعبد الحفيظ يرتب الأوراق مع الخطيب. المساء، الإصابات تضرب الأهلي، ربيعة في الجبس ومؤمن لم يكمل المباراة الودية. التحرير، هل يحقق الأهلي ريمونتادا الرابعة في تاريخه في الدوري؟ المصري اليوم، مروان محسن، عودة الأهلي لمكانته أهم من لقب الهداف. كارتيرون مدرب كبير صاحب فكر واتظلم مع الفريق بسبب الإصابات. روح الفانيلا الحمراء غابت في نهائي أفريقيا والخروج العربي بسبب النفسية السيئة. الجمهورية، حلم الأهلي ابتدى، استاد عالمي جديد.